حققت 5 فتيات سعوديات جائزة أكبر هاكاثون في العالم، شارك فيه مبرمجون ومطورون من جنسيات ولغات مختلفة أتوا بخبراتهم وتجاربهم إلى السعودية. حنسوي إمبليمنتيشن لهذه التقنية في الحج القادم إن شاء الله، والحج السنة الجاية إن شاء الله حنطوره وحنخليه بالسنسرز يشتغل لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة العمي والأمين. الأفكار كانت فيه أفكار جدا نطرحها كثير، حتى تعبنا من الأفكار اللي تطلع لنا، فاعتمدنا آخر شيء على الفكرة البسيطة، أهم شيء نبغى بساطة في الفكرة، فهذه الفكرة اللي ترشحت لنا في النهاية واشتغلنا عليها. الفتيات السعوديات نجحن بإقناع لجنة التحكيم بتطبيق ترجمان الذي يساعد ضيوف الرحمن على ترجمة التعليمات والإرشادات وقراءتها بلغتهم الأصلية بشكل فوري ودون الحاجة إلى وجود الإنترنت. إن شاء الله بيكون فيه له سنسر بحيث أنه ذوي الاحتياجات الخاصة أو اللي ما يستطيعوا يقرأوا إذا دخلوا تحت اللوحة بيقرأ له وبيطلع له السبيكينج فويس اللي هو يشرح محتوى اللوحة. كلنا نقدر، والمرأة السعودية قادرة على صناعة المعجزات. هاكاثون الحج حقق نجاحا باهرا لدى التقنيين والتكنولوجيين على مستوى العالم بأرقامه القياسية التي حاز عليها تحت أنظار خبراء التقنية. الهاكاثون هي خطوة تليها بإذن الله خطوات، وعدنا وإن شاء الله نوفي دائما بوعدنا، علينا مسؤولية، رؤيتنا واضحة بإذن الله، سمو سيدي هو ملهمنا ملهم الشباب، توجه واضح لدعم الشباب بإذن الله لن نتوقف. أجواء حماسية شبيهة بأجواء منافسات اللعبة الرياضية الأشهر سادت الحفل الختامي، مما يدعو إلى تكرار هذه التجربة الفريدة على مستوى العالم العربي. من جدة، سعود الخلف، العربية.